حياكم الله. تقول في سؤال ثالث: ما حكم لبس العدسات الملونة الطبية؟ إن كان العدسات محتاج إليها لقوة النظر ونصح الطبيب للبسها فلا بأس، أما إن كانت تلبسها من باب الزينة فقط الأولى تركها، الأولى تركها لأنها لا حاجة إليها، وربما يحصل فيها غش لمن يراها ويظن أن طبيعة عينيها على هذا الشكل. نعم.